السلام عليكم. بمناسبة عيد ميلاد 45 للأسطورة الإفريقية ديدي دروكبا، سنتعرف على إحصائيات وأهداف اللاعب في مسيرته الرياضية. ولد ديدي دروكبا في 11 مارس 1978. ديدي دروكبا هو الهداف التاريخي للمنتخب الإيفواري ب65 هدف. ديدي دروكبا من بين اللاعبين الذين أسهموا في تتويج تشيلسي بأول لقب دوري الأبطال الأوروبية. ويعرف ديدي دروغبا بلقب الملك الإفريقي. ديدي دروكبا لعب عدة فرق، أبرزها تشيلسي ومارسيليا وغلطة سراي التركي. فاز دروكبا بعدة ألقاب، أبرزها 14 لقب مع تشيلسي من ضمنها دوري الأبطال، وثلاثة ألقاب مع غلطة سراي التركي. كما يعتبر ديدي دروكبا الهدف التاريخي للاعبين الأفارقة في دوري الأبطال بتسجيله 44 هدف، موزعة كالتالي: 5 أهداف مع أولمبيك مارسيليا، وثلاثة أهداف مع غلطة سراي، بالإضافة إلى 36 هدف مع البلوز تشيلسي. دروكبا فاز بأفضل لاعب إفريقي من 2006 إلى 2009، ويعتبر موسم 2009-2010 أحد أفضل المواسم لدي دروكبا مع تشيلسي، إذ لعب 44 مباراة مسجلا من خلالها 37 هدفا، وقدم 16 تمريرة حاسمة. إجمالا فديدي دروكبا لعب 791 مباراة سجل من خلالها 366 هدفا، وقدم 137 أسيست، أي ساهم في 503 أهداف. شكرا على المشاهدة، لا تنسى دعمنا باللايك.